المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من ربوع وطننا الغالي، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كفاءات أردنية. واليوم معانا فارس من فرسان التغيير، صاحب شركة سامح الشعراء للألبسة والملابس المهنية. سيد سامح، أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا. بالبداية سيد سامح، حابين نعرف ونعرف السادة المشاهدين، من هو سيد سامح وكيف كانت حياته العلمية والعملية؟ اولا احب ارحب بالمشاهدين الكرام، وان شاء الله انه نكون يعني من الاشخاص الناجحين. آمين. ونكون قدوه مثل الشباب. انا طبعا حياتي ما كانت مثل ما تتوقعها، يعني انه هالطموع، بس كان في عندي طموح. انا سامح الشعراء من محافظه مادبا، وليد منطقه الفيصليه. طبعا منطقه الفيصليه هي منطقه ريفيه، مواليد 1991، 17/4. طبعا أنا كنت توجيهي سنة 2008-2009. طبعا أول مرة ما نجحت، ولا ثاني مرة، ثالث مرة نجحت بتوجيهي. سجلت في جامعة مؤتة، كان تخصص التسويق. درست أول سنة وثاني سنة، تقريبا درست سنتين ونص يعني من جامعة مؤتة. كانت دراستي، من خلال الدراسة اللي درست في جامعة مؤتة استفدت يعني شوزي. بس مبدئيا ما كان معي القدره اني اكمل دراستي بالجامعه. بعدين انتقلت لسوق العمل، يعني صرت انه اشتغل مثلا، امي والدتي رئيس الجمعيه، كنت اشتغل معهم، كانوا عندهم مشاغل تحف، فتعلمت صناعه التحف اللي هي تحف الرزل، وبلشت بالتسويق. من هذا المنطلق بلشت ادخل للسوق، بلشت ادخل شغلات كثير. كان في يعطوا دورات تطريز، برضو كنت انا اشارك بالتسويق. نعم. من هاي الشغله لازم تقول انه عرفت انه شغله الخياطه والتطريز لها لازم تقول تابع ولها اولويه اكثر. نعم. بس بده انه الشخص انه يبحث عنها. نعم. فكره المشروع هذا كانت صندوق التنميه والتشغيل محافظه نادبه، كانوا طارحين اللي هي قروض الجماعيه لكل 5 اشخاص 25,000. ف قدمت انا واخواني القرض الجماعي اللي هو قيمته 25,000، اللي هو كان منطلق من فكره انشاء هذا المشروع، منطلق انه انشاء هذا المشروع. فخطرت بالي انه فكره المدارس، يعني انا بشوف انه مدارس، اغلب مدارس محافظه ماذا ينتقلوا الى عمان حتى يعملوا زي المدرسه. بالنسبه كمان التمريض الصيدلاني انه ينتقل كمان برضه لعمان، يعني داخل مادبا ما في اي مورد او اي موزع او اي شخص يهتم بالشغلات هاي. نعم. فكانت منطلق الفكره انه ليش ما انا اعمل هاي الشغله موجود بمحافظه مادبا. نعم. وبرضه بالتسويق الخارجي انا انتقل للشغله هاي. نعم. فهاي كانت مبدا انه كفكره المشروع. ما شاء الله ما شاء الله عليك استاذ سامح. سيد سامح، متى تأسست أو متى تأسس هذه الشركة وهي شركة سامح للشعراء الملابس المهنية؟ هاي الشركة كانت بداية تسجيلها كان بشهر 9. نعم. اللي هو 21/9/2016، بس فعليا كتجهيزات استمرنا بالتجهيزات مدة 4 أشهر. نعم. لغاية تقريبا شهر 1. من بعد شهر 1 احنا بلشنا فعليا كشغل. كيف جاءت فكرة تأسيس هذه الشركة سيد سامح؟ هي فكرة تأسيس الشركة كانت انه منطلق انه الشغلة مش موجودة مادبة. نعم. وكوني انا اشتغلت بمجال التسويق كتطريز يدوي كتحف، كنت كان مبدأ شغلي اغلبيته بوسط البلد، منطقة وسط البلد. منطقة وسط البلد كانت كنت الاحظ كثير انه ألبسة مهنية، ألبسة مهنية. فقلت ليش انا ما اعمل هيك مادبة؟ لأنه يعني كون ألبسة مهنية مش موجودة بمادبة، ومحافظات كمان قريبة من مادبة، يعني مثل منطقة الكرك مش موجود بيها. لا. ليش ما أنا أنطلق على منطقة مادبة ومنطقة الكرك والمناطق اللي مش متوفر بيها هاي الشغلة؟ يعني لأنه الحمد لله يعني أنه أغلب الشغل كان خارج محافظة مادبة ومادبة. نعم. سيد سامح، ما هي الخدمات وآلية العمل في هذا المشغل وهو شركة سامح الشعراء للألبسة المهنية؟
آلية العمل هو أنا طبيعة شغلنا هو إنتاج. يعني إحنا عندنا مثلا كالزي المدرسي إنتاج الزي المدرسي، إحنا نجيب نستورد القماش من الموزعين من تجار الجملة، نأخذ القماش كمبدئيا كوننا بداية شركتنا، نأخذ القماش بالجملة وإحنا التفصيل مبدأ تفصيل وإنتاج. برضو عندنا كمان تطريز آلي، هاي التطريز الآلي هي شعارات اللوجو الشركات المدارس المطاعم، هاي هي الأغلب شغلنا. هاي كآلية الشغل. مبدأ التسويق عندنا احنا مبدأ التسويق انه انا اذهب للشخص صاحب الشغل نتفق معاه كعقود عطاءات. سيد سامح ما شاء الله عليك، ما الذي تميز، ما الذي تميز هذه الشركة عن غيرها من باقي الشركات المختصة في الملابس المهنية؟ ما الذي يميز هذه الشركة عن غيرها من الشركات؟ كتميز يعني عندنا أنه لا يوجد يعني كالشركات الثانية أنه أخذ القياس، يعني إحنا عندنا مدرسة كمدارس أنه خلص متعارف عليها المدرسة أنه مثلا تعطيني سايزات سمول ميديوم لارج. لا احنا عندنا النظام انه انا مثلا اروح كل طالب مثلا كل صف مثلا احصر القياس من كذا لكذا، يعني ما في داعي انه يحتاج انه الطالب بعد ما ياخذ يشتري الزي من المدرسه انه يروح يعمل له تجييف او يعمل له اي تعديلات. نعم يعني بدل ما تيجي الشركه تصنع من عندها ميديوم لارج انت بتروح على المدرسه نفسها وبتاخذ القياسات. نعم ما شاء الله ما شاء الله. سيد سامح، ما هي الرؤيه المستقبليه التي تطمح لرؤيتها في هذه الشركة؟ هو الرؤية المستقبلية، أنا حاليا الحمد لله عندي تقريبا 14 موظفة. الرؤية المستقبلية أنه نطمح أنه يكون عدد الموظفين أكثر من هيك. نعم. يعني إن شاء الله راح يكون أضعاف إن شاء الله، وأنه يكون الشغل، لأنه الحمد لله أنه أغلب الموظفين عندنا أنهم بنات من أهل المنطقة. نعم. وبحاجة لشغل. نعم. سيد سامح، كما تعلمون أننا أن الأردن ينعم بنعمة الأمن والأمان. الحمد لله. صاحب الجلالة القيادة الهاشمية أطال الله في عمره. ما هو رأيك وتعليقك بهذه النعمة الكريمة التي منها الله عليك؟ احنا الحمد لله، يعني الحمد لله بلد يعني تعم الأمن والأمان. نعم. يعني الحمد لله لو تلاحظ أي بلد سواء كان أوروبي أو عربي ما أتوقع أنك تلاقي بالأمن اللي موجود عندنا. نعم. يعني كشرطة دفاع، شرطة أمن عام، دفاع مدني، كجيش، كجميع أجهزة أمنية. نعم. ما أتوقع أنك تلاقي بالتعامل اللي يقدموه. نعم. بأي دولة سواء أوروبية أو أجنبية أو عربية. نعم. إحنا الحمد لله يعني نحمد ربنا أنه في عندنا أمن وأمان أكثر من باقي الدول، وهاي الشغلة أنه كون دولة صغيرة المساحة و وعدد سكانها كبير الحمد لله. نعم. يعني انه بهاي النعمه. نعم. لو حالك الحظ سيد سامح لرؤيه جلاله الملك، ماذا تحب ان تقول له؟ اقول له الله يكثر خيرك ويديمك ذخر لها البلد والنا، وما اتوقع يعني مش من عبث انه اخذ افضل شخصيه بالعالم ما شاء الله متحدثا من العام 2016. أكيد. أكيد. يعني هاي الشغلة كان على مستوى العالم مستحيل تلاقي. أكيد. كشخصيات. سيد سامح بنهاية اللقاء إحنا نشكرك، ونشكرك لاستضافتنا، ونشكرك كمان للوقت اللي أخذناه منك. أهلا وسهلا. والله يعطيك العافية. وأنا أتشرف بيك وشكرا لكم واستضفتونا، وإن شاء الله الله يعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم التقدم والنجاح. الله يعافيك يا رب.